مساء الخير يا جماعة. الكتاب اللي معانا دلوقتي كتاب لمصور مجنم ومصور مشهور قوي اسمه ديفيد هيرن، وانا قابلته قبل كده، قابلته مرتين. الكتاب اسمه ويلز لاند اوف ماي فازر. الكتاب من الناشر تيمز اند هيتسون. تمام. المصور ده من مواليد كارديف. كارديف هي عاصمة ويلز. تعال نفتح الكتاب ونشوف ايه اللي فيه. هي الصورة الكفر بتاعه ان هي في بنت ماسكة كاميرا وفي ترايبوت وفي حد بيوجهها، ممكن يكون المصور، وبتصور جروب. انا اول مرة قابلت ديفيد هيرن كان حوالي من سنتين، كنت في مكان كده اسمه ميد ويلز، كله لاندسكيب ومكان فاضي، لازم تروحوا بعربية، ما ينفعش ان انت تروحوا على رجليك او كده. فانا كنت راكب بعربية مع واحد صاحبي، فبعد كده نزلنا، انا نزلت اصور، وكنت في الوقت ده بصور الوان، ما بصورش ابيض واسود. وانا واقف لقيت حد ماسك كاميرا وماسك ترايبوت، وباين عليه اللي هو يعني حد بروفيشنال من الشكل اللي هو بيصور بيه. فلما قربت منه انا عرفته، يعني عشان انا متابعه من زمان، هو من احسن المصورين اللي بحبهم. فقلت له انت ديفيد هيرن؟ قال لي اه. وبدانا نتكلم، وبدأ يقول لي طب انت بتحب مين المصورين؟ فقلت له انت طبعا ومارتن بار وجوزيف كادوليكا. قال لي الاثنين صحابي جدا، مش عارف ايه. قال لي انا رايح بكره لمارتن بار. كنت عايز اقول له طب خدني معاك. هو في اندكشن كبير او كده. اول صوره معانا تحس ان هم ناس يعني مش عارف ده كاثوليك او ناس مسح، يعني حاجه فيها ريليجن، يعني ممكن يكون احتفال عندهم او حاجه. والمكان ده اسمه كمازن، المكان ده اللي انا درست فيه اساسا، المنطقه دي اللي انا درست فيها فنون جميله. معانا الصوره دي، انا مش عارف ده ايه، هل ده فيونر حد مات او ممكن يكون انتخابات او ناس رايحة تصوت، فمش عارف. بس الصورة قديمة يعني، فمش باين ايه اللي بيحصل. الصورة دي من تقريبا من اشهر صور ديفيد هير. دي منطقة سياحية جدا في ويلز اسمها تيمبي. تيمبي دي مشهورة اساسا بالمباني اللي هي مكان على الشاطئ، والمباني كلها تحس ان في بيوت بينك احمر اخضر، البيوت شكلها، وفي زي هاربا كده فيها مراكب. بس الصوره دي مشهوره جدا، التكوين بتاعها فظيع، يعني الولد قاعد على الكانون، المدفع، البحر، الكلب نايم، الاشخاص دول نايمين اتجاه الست وهي ماشيه، فباين يعني اكنه ستريت، بس الكومبوزيشن رهيب صراحه. معنى ايه هنا؟ هو معظم صوره تحس ان فيها هيومر كده او فيها حاجه فني، يعني دول مثلا ناس شغالين مثلا في حاجه تبع فحم او حاجه زي كده، وفي حصان داخل عليهم او تقريبا حاجه الحديد او الصلب، او في مكان هناك اسمه بورت تالبوت، ده اللي بيصنع فيه الحديد. لان ده محل فيش اند شيبس، طبعا الانجليز، الويلش، السكوتش، الايرش، كلهم بيحبوا الفيش اند شيبس. ده عندنا مثلا زي الفول والفلافل، وده تقريبا زي المحل بتاع الاكل في المنطقه اللي اسمها لان. وفي الصوره ده من اشهر
ديلان توماس. ديلان دي سوري ديلان توماس ده من اشهر الناس بتوع الشعر او البويمز اللي جه في تاريخ ويلز مثلا، ممكن يكون جه في تاريخ بريطانيا اساسا، بس هو تقريبا مات من الافراط في الكحول. شايفين الكحول كتير تقريبا، حاجة فيها مظاهرة كده. الصورة دي، الصورة دي مشهورة قوي. الصورة دي دي طبيعة ويلز، الدنيا مطرة على طول، في مطرة وطبعا خرفان في كل حتة، وهنا في خروفين مستخبيين في البوكس، او ده كان مثلا فون بوكس، او ممكن مش عارف البوكس ده كان ايه بتاع ايه، بس الخروفين مستخبيين جوه من الشتاء يعني. هنا برضك في ويلز مشهورة قوي بالحاجات اللي هي السباقات، اللي هو مثلا زي اي مان، سباقات جري، سباقات سباحة، كل طول السنة في مسابقات زي كده. عايز اوريك الصورة. ودي برضك الصورة دي مشهورة قوي، الخروفين يعني فارمر عنده مزرعة فيها خرفان والاتنين بينطوا في المية. تقريبا دي اول صورة شفتها لديفيد هيرن. جروب من الناس على الشاطئ. دي قوية الصورة دي. دي نيوبورت، المكان مبين اللي هو فيه مثلا مصانع حديد او مصانع وات ايفر يعني انرجي او حاجه، والناس بتلعب مش عارف نوع الرياضه صراحه، هي ممكن تكون هي رياضه منتشره بس الصراحه مش فاكرها، وكله بيلبس ابيض فابيض، هي مش طبعا مش جولف، وبيلبسوا جوانتيات ابيض تقريبا زي بول كده، مش عارفها صراحة، بس هجيب لكم اسمها لو تحبوا. هنا برضك واحدة هو مصور حد بيضرب هيروين في رجليه، ودي طبعا الاحتفال مش احتفالات، لما بيبقى الصيف او الدنيا في بس شمس الناس كلها بتروح على الشواطئ او كده، يعني الجو وحش، الجو مش كويس طول السنة يعني. في صورة كنت عايز اقولها لكم، رقم 73، 75، 73 دي عبارة تقريبا بيبقى مثلا شابل او كنيسة، فدي الارض اللي فيها ال يعني ناس ميتة، اسمه دي مقابر، وطبعا بيبقى فيه تماثيل كده كتير في المقابر دي، المقابر، وشايفين الكروس هنا، ودول العمال بيقطعوا النجيلة، بس التكوين بتاع الصورة رهيب، تحس ان هو مشهد من سينما او حاجة زي كده. ده جايبين هنا مثلا ناس تقريبا هنود او باكستانيين مع الشط، لان في جالية كبيرة من الهنود والباكستانيين في ويلز. هنا الصورة بتبين العروسة الودن والكلب يبص عليهم ماشيين. الصورة دي انا بحبها، مش عارف هو مش حصان، هو ممكن يكون سيسي او حاجة زي كده، بس التباين او الاختلاف ما بين درجات من درجة الابيض والاسود مخليها الصورة قوية، وفي اتنين في الباك جراوند. دي برضك بتبين مثلا
هم قاعدين في المكان، خرفان في كل حتة بيأكلوا الخرفان، البلد أو التاون تحتيهم. هي كل ويلز شكلها كده، كل الطرق أو محاطة بجبال. في صورة مهمة كنت عايز أوريها لكم، رقم 32. دي رقم كام؟ 25. الصورة دي، الصورة دي في مكان في العاصمة في كاردف، بس الناس اللي ساكنة جوه ما عندهم شبابيك، فدي حاجة حزينة قوي. يعني اللي هو لما تكون عايش في بيت ما فيهوش شبابيك، فده اكيد هيأثر على الناس نفسيا. انا مش هقدر اوريكم الكتاب كله عشان طبعا حقوق المصور او دار النشر. اوكي، اشكركم ومع السلامه.